أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل قال لزوجته: تحرمين علي إذا فعل هذا الأمر، وهو يقصد بذلك الطلاق، ثم بعد مدة قال لها: سمحت لك بفعله، فماذا يجب على الزوج علما بأن الزوجة لم تفعل ذلك الأمر؟ إيش قال؟ يقول أحسن الله إليكم: رجل قال لزوجته: تحرمين علي إذا فعل هذا الأمر، وهو يقصد إذا فعل أو إذا فعلتي، إذا فعل يعني فعله غيرك. نعم. يقول وهو يقصد بذلك الطلاق، ثم بعد مدة قال لها: سمحت لك بفعله، فماذا يجب على الزوج علما بأن الزوج؟ إذا تبين المهم إذا فعلت، ما هو إذا فعل، إذا فعلت هذا الشيء فأنت علي حرام. هذا إذا نوى به الطلاق صار طلاقا، وإن نوى به وإن لم ينو به طلاقا صار ظهارا، صار ظهارا حسب نيته، فهو إما طلاق وإما ظهار. لكن ما دامت لم تفعله فإنه لا يحصل شيء، لا طلاق ولا ظهار، لأنه معلق على السبب ولم يوجد السبب. نعم.